يا باشا العقد عندنا صورته طلعناه امبارح انا اللي اتقال لي العقد اقل من كده، يا باشا، العقد طلعوا لي العقد يا بس جماعه، هو اتعرض علينا. قال لكم كام او العرض يعني قال لك كام 350 في السنه؟ يعني قال لكم دفعت تلتم كان هيكملوا بس يمشي. لا يا باشا، العقد بتاع سامسون انا عندكم يا شباب العقد. بص يا باشا، سامسون صورة العقد وانا هبعته لكم يا جماعة اهو تاني، اللي هو ده اهو، انا بقول لك اللي عمل اتقال لكم لي. ريبلاي اهو على صورة العقد. بص يا كابتن، الموسم الاولاني سامسون 576 الف دولار و930، يعني 577 الف دولار اول موسم اللي عملش فيه حاجة قبل اللي فات. بتتكلم بقى تضرب بقى في المصري 50 وبتاع. 50. الموسم الثاني اللي فات ده سامسون واخد او ليه 538 الف دولار ونص. هو زاد ولا ما زادش؟ الموسم زاد ده 10,000 ولا ايه؟ ده قل. اغرب عقد في التاريخ. هو الموسم الاولاني ممكن يكون داخل فيه الوكاله اللي جايباه ممكن والحاجات دي. الموسم الثالث بقى اللي هو هيحل ده اللي بدأ ده 615 الف دولار اهو قدامنا لا على إله الشاشه، إلا الله، قدامنا على الشاشه اهو، لا إله إلا ده الله. عاد سامسونج 615,386 بالظبط. حلو. لا مش حلو خالص. الشروط الاضافيه انت عارف ان نهايه العقد النادي مع اللاعب بيكتب حاجه اسمها شروط اضافيه اللي هي حاجات خارج الارقام يعني. تمام. تاني بند يا كابتن، تاني بند، وهو ده اللي مخليني لدرجه امبارح حتى اقول يا جماعه نفسي ناس في الزمالك تقول لي العقد اللي معاك ده مضروب عشان ارتاح نفسيا، عشان ما احسش انه الزمالك كان عنده فرصه يخلص وما خلصش ويضطر يدفع 650 الف دولار 30 مليون جنيه يا كابتن، والنادي عنده مشاكل ماديه واللعيبه بتاعته اولى. طبعا. يعني انت تدي لعيبتك فلوس وتجيب صفقات ولا تضطر تقعد سامسونج غصب عنك وياخد منك 650 الف دولار. بص البند الثاني بيقول يحق للنادي فسخ التعاقد بعد نهايه موسم 22 23 اللي هو اللي فات، او نهايه موسم 23 24 اللي هو الاخير، فقط بشرط اختار اللاعب كتابيا او عن طريق البريد الالكتروني، تبعت له ميل بس بعد نهايه الموسم بفسخ التعاقد بسبعه ايام فقط بحد اقصى. طب يعني ده بند محدش بيقرا الحاجه، يعني اذا ما تقراش السنه اللي يعني قبل اللي فاتت او اللي فاتت ما تقراش فرصه كنت السنه تخلص، وهو فعلا لعيب مش يعني لعيب عامل زي مودست كده، انت لبسته سنه ما فيش تطور، ما انت بقالك موسمين ما يعني فيش. كولر حاول انه يقعد الاهلي وقف له، يعني ما ينفعش انتهت. في العقد بند بيقول لو وصل لكذا ماتش يكمل السنه الثانيه، الاهلي قال لك لا اللي كولر ما فيش هزار، فانت عندك بند برضه يعني تخلص ما فيش هزار. مش عيب يا استاذ محمد انك تفسخ عقد، يعني هو كابتن عيد بيقول لك هم بيحاولوا، هم فعلا بيحاولوا يسوقوه، مش عارفين هم مستقطرين ان احنا نفسخ عقد فيبان وكان الموضوع فيه خساره. انت خسران يعني اكتر يعني انت خسران اكتر باستمرار، هو خسران اكتر مع طبعا الدليل اللي هو عايز يطلعه. طب ممكن اسالك سؤال، ده ولا نضاي؟ لا نضاي طبعا، ده انت قعدت ده انت فسخت مع نضاي، ده نضاي كان ايجابي اكتر، انا جاي بيلعب على الطرف وبيلعب باك ليفت ولعب وينج ليفت ولعب في نص الملعب ولعب فيرويد وجاب اجوال وكان يعني نضاي بالعكس. معقول اذا كان اذا كنت قاعد واحد من الاثنين يعني مضطر يبقى نضاي مش ده طبعا. وبعدين ده انت جايب انت عندك كده خمس فراود، طب ده عبء صح يا كابتن؟ صح، ده عبء. وبعدين واخد مكان افريقي يعني حتى في المحترفين هو بقى خامس، انت عندك الجزيري وعندك المسلوسي وعندك بنتايك وجبت مشالاك ده اللي هو كونراد وسامسون، يعني كان واخد مكان اجنبي وهتديله 30 مليون جنيه ومش هيلعب، فحاجه بصراحه غريبه جدا.